احلى هدف ليك انت وانت بتلعب بقى؟ الناس كلها بتختار هدف الترجل لقيمته ومكانته، لكن في هدف جوايا انا له معزه كبيره جدا، هو اول هدف. يعني اول مره تزور شباك كده منافس مع النادي الاهلي، كانت ده يوم وانت في الفريق كانت الاول. يوم 5/8 سنه 97 قدام البلديه، ومش عارف في حكايه يوم الثلاث معايا ايه. يعني عندي احداث كتيره قوي يوم الثلاث، كتيره جدا. يعني مثلا هتلاقي دخلت النادي يوم الثلاث، اتجوزت يوم الثلاث، بنتي اتولدت يوم تلات حلو، بالليل. انت في التواريخ يعني فاكر، حتى مش بس تاريخ، انت فاكر اليوم في اه الاسبوع طبعا كان ايه؟ اه طبعا. بص، انا عندي حاجه غريبه جدا في شخصيتي. يعني انا لو انا مركز في حاجه خلاص، يعني لو قلتي حرف مش هنساه، لو انا مركز في كلامي كويس قوي. لكن لو مش مركز قوي في الكلام ممكن، مش ما اقصدش ان انا ما اشوفكيش، انا فعلا ما شفتكيش. يعني مش قاصد، بس انت فعلا انا فعلا مش دخل وخرج. يعني مره حد بيسلم عليا عادي فقال لي انت مش عارفني، انا كنت معاك، قعدنا مع بعض 6 شهور ولا 7 شهور، يعني بقابله هنا في النادي كتير جدا، بس انا مش مش متذكر، فاكر. يعني مش متذكر قوي لاني مش مركز قوي في تفاصيله. يعني وانت داخل عليا مش هفتكر التفاصيل قوي يعني. لكن لو مركز في شغلي او مركز في حاجه، في حدث ما او وقت ما ومرحله ما، لا مستحيل احفظها تنساه. لك باليوم يعني وبالتاريخ بالكلمه نفسها يعني. طب اكتر بطولة خسرتها وانت لاعب ودي ضايقتك اكتر حاجة، او ماتش حتى؟ ممكن، لا طبعا في، يعني اصل كرة القدم دي زي الدنيا، يعني احداثها تغييراتها بتيجي سريعة لكن في دوري 2000 و دوري 2000 و 2002 خسرنا من انبي رغم ان انا ما كنتش بلعب، لكن ضايقني جدا. يعني مين اللي اطلق عليك فيجو الكرة المصرية؟ والله ما عارف، جت مش امتى؟ عارف يعني. يعني بتحب اصلا لويس انا فيجو بحب ولا؟ فيجو طبعا، يمكن في مرحله منتخب الشباب، ودي واحده من المراحل اللي بعتز بيها جدا ولمسه في قلبي قوي، لان سن واحد، سفريات كتيره، معسكرات كتيره، فبتبقى فيها، تبقى فيها قعدات لطيفه، فيها كلام كبير، فيها كلام حلو، فيها ماتشات، فيها تدريبات، فيها كل حاجه يعني. فكنا بنسمي بعض بالاسماء اللي هي بقى العالميه يعني شويه، ده فلان وده فلان وده فلان. يعني هم يمكن طلعت من هنا ان هم عارفين ان انا كنت بحب لعب فيجو جدا جدا. زعلت طبعا لما مشي من برشلونه وراح لريال مدريد، فيمكن جت من هنا.